أحييكم مشاهدينا الكرام من مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حيث ننقل لحضراتكم مراسم الاستقبال الرسمية لضيف مصر الرئيس إستونيا ألار كارس، والذي يزور مصر ويستقبله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإجراء مباحثات ثنائية لتعميق العلاقات فيما بين البلدين. هذا الحوار السياسي فيما بين الدولتين ربما يتطرق إلى عديد من الملفات، من أبرز هذه الملفات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يدور من عدوان على غزة ومجازر ومذابح يومية يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزل في قطاع غزة، بالإضافة إلى الأوضاع في الضفة الغربية وما يقوم به أيضا الاحتلال في هذا الإطار من عدوان همجي على قطاع غزة والأراضي المحتلة بوجه عام، وعلى الضفة الغربية أيضا التي يطالها من هذا العدوان نصيب كبير أيضا. إضافة إلى الحديث عن الأمور السياسية كالحرب على لبنان التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا في هذا الإطار، والدور المصري ودور إستونيا أيضا من أجل الوصول إلى حلول أو التنسيق والتشاور فيما بين البلدين والدولتين من أجل الوصول إلى حلول خلاقة أو حلول جذرية لما يدور على الأرض من عدوان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذا الإطار، إضافة إلى الدور المهم الذي تطلع به وكالة الأونروا من أجل مساعدة ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، فهي الذراع الإنساني للأمم المتحدة في هذا الإطار. ربما يتم التطرق أو التباحث بشأن هذه الموضوعات، وهذا الموضوع أيضا من الموضوعات المهمة، إذ تؤيد إستونيا بقاء هذه المؤسسة الأممية المهمة أو الوكالة الأممية المهمة أونروا من أجل مساندة ومساعدة الفلسطينيين. من المعلوم أن وكالة أونروا تستهدفها قوات الاحتلال بشكل كبير وتستهدف مقرتها أيضا، بالإضافة إلى رفضها لوجود أونروا بشكل أساسي من أجل القضاء على الذاكرة التاريخية للقضية الفلسطينية، وترفض مصر هذا الأمر وتدينه بشكل كبير وواضح من خلال تصريحات وزارة الخارجية في هذا الإطار، ورفضها لتصفية وكالة أونروا التي تهدف من ورائها قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا تصفية القضية الفلسطينية. إذن فهناك تطابق في وجهات النظر فيما يتعلق ببقاء أونروا، ومن النواحي السياسية هناك تنسيق وتشاور فيما بين الدولتين، ملف السياحة وأيضا الرقمنة والتكنولوجيا من الملفات المهمة والأساسية التي سوف يتم التطرق إليها، خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات. Thank you.
أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام بكل الخير، وهذه تغطية خاصة لزيارة رئيس أستونيا ألار كارس إلى مصر، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. شهدت العلاقات بين مصر وأستونيا تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية في ظل الإرادة السياسية القوية لدى البلدين للنهوض بالعلاقات ولتعزيزها في شتى المجالات. تطور العلاقات بين البلدين عكسته عدد من الزيارات المتبادلة ومحطات التعاون الاقتصادية والاجتماعية، والتي نرصدها لحضراتكم الآن. ينضم إلينا هاتفيا السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك معنا سيادة السفير. هذه الزيارة في توقيتها وأجندتها، الأهمية والمرجو منها، تفضل. أيوة سيادة السفير، حضرتك تسمعني؟ سامعك. أيوة نعم. أسألك عن زيارة رئيس أستونيا ألار كارس إلى القاهرة في توقيتها وأجندتها، كيف تقرأها؟ يعني استونيا وليتوانيا ولاتفيا ثلاث دول، يعني صحيح انها حجمها صغير، ولكن هذه الدول متقدمه في الصناعه وفي الزراعه والتكنولوجيا، وبالتالي مجالات التعاون مع مصر في هذه المرحله اللي مصر فاتحه يعني الابواب للمساهمه في عمليات التنميه الاقتصاديه ومشروعات اقتصاديه جديده، سواء في مجال الصناعه او الزراعه أو النقل، لأن عندهم يعني صناعة نقل متقدمة. أيضا بالنسبة لمجالات الطاقة، سواء الطاقة التقليدية الغاز والبترول أو الطاقة المتجددة اللي هي الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية. فده مجالات كبيرة للتعاون على ضوء حاليا في يعني عمل مصر دؤوب على إتاحة الفرصة لكافة الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات للنهوض بالوضع الاقتصادي وزيادة الإنتاج في عدد من المجالات المختلفة. نعم، العلاقات بين القاهرة وتالين تتطور تطور كبير وفي العديد من المجالات. رأي حضرتك أبرز تلك المجالات التي يمكن من خلالها أن نجد فرص حقيقية بين البلدين؟ يعني كما ذكرت يعني مثلا مجال النقل ومجال الطاقه، دول مجالين مهمين جدا، خاصه ان استونيا بتعتمد اعتماد كبير على استيراد الطاقه، ان الطاقه التقليديه يعني بيتراجع استخداماتها سواء من اجل حمايه البيئه والتغيرات المناخيه او لما تحدثه من تلوث بالطاقه النظيفه، وبالتالي ده مجال كبير للتعاون مع استونيا. ايضا كما ذكرت مجال النقل، احنا في عندنا تطوير كبير في مجال النقل سواء بالسكك الحديديه او القطارات الحديثه، فدي ايضا ممكن التعاون في مجالها. برضو الزراعه والتعليم، التعليم في مجال التكنولوجيا والخبرات المتبادله بين مصر وبين استونيا، دي مجال يعني مفتوح يعني. نعم، هناك حديث أيضا عن أفاق واعدة للتعاون الثنائي في مجال التحول الأخضر الذي يحظى بأولوية لدى إستونيا وأيضا يحظى بأولوية لدى مصر، يعني قراءتك لأهمية هذا التعاون في هذا المجال؟ ده مهم، لدينا إمكانيات اللي تؤهلنا للاقتصاد الأخضر إذا جديدة بما لدينا من إمكانات سواء في المناخ أو في غيرها من الموارد التي تتيح إقامة مشروعات كبيرة تفيد البلد. يعني هتبقى لسه المشكلة اللي بيحاولوا كل الدول الغربية والأوروبية هي نقل هذه الطاقة بحيث أنها يتم نقلها إلى أوروبا وإلى الدول المختلفة، ولكن البداية أنها ممكن يبقى استثمار مشترك مفيد للبلدين بان الطاقه تغطي المنطقه، لان ممكن ربط الكهربائي بيننا وبين الدول المختلفه او بالنسبه للصناعات المختلفه، كل ده بيؤدي الى
خدمة المصالح للبلدين وتحقيق مكاسب منها. ثانيا كما أشرت من قبل أن هو يعني بيخفف من تلوث البيئة، ولو أن احنا في مصر وأفريقيا عموما لسنا من مصادر تلوث البيئة، البيئة متلوثة من الدول الصناعية الكبرى مثلا الولايات المتحدة والصين والهند وغيرها من الدول، ولكن يعني احنا بنساهم وبنبدأ بدايات جديدة على أساس الاقتصاد المستقبل اللي هو يسمى الاقتصاد الأخضر. صحيح. طيب يعني تحدثنا عن الزراعة، تحدثنا أيضا عن التجارة والتعاون في مجال الاقتصاد الأخضر أو ما شابه. الاستثمارات الإستونية الآن تبحث عن مكان لها في مصر في عدد من المجالات سيادة السفير. لماذا تهتم الاستثمارات الإستونية أن تدخل السوق المصرية في هذا التوقيت وأن تتوسع في مجالات مختلفة في مصر؟ يعني احنا في حاليا بيتم مراجعة عديد من التشريعات سواء تشجيع الاستثمار أو منع الازدواج الضريبي أو قانون العمل أو حتى القانون الإجراءات الجنائية، لأن قانون الإجراءات الجنائية أيضا بيكون فيه جزء خاص ب أصحاب الشركات ورجال الأعمال وما يمكن أن يرتكب من مخالفات. فبالتالي كل تهيئة المناخ العام، يعني آليات إصدار القرارات، المعدلات الضرائب المباشرة وغير المباشرة، كل دي أمور بيهتم بها المستثمر الأجنبي والمستثمر المصري أيضا، لأنها يعني بتمثل بيسموها عبء غير منتج على عمليات الإنتاج. فهنا ده عوامل كلها يعني جاري حاليا في سعي من جانب الحكومة على كل المستويات والاستعانة بآراء كل الخبراء لصياغة أسلوب جديد أو تطوير الأسلوب القائم ليلائم رجال الأعمال المصريين وأيضا رجال الأعمال الأجانب، باعتبار أن المستثمر المصري هو يعني عامل الجذب والمرشد للمستثمر الأجنبي. فده عامل مهم للغاية بيتم التوافق عليه، وإذا تم ده هيكون مجال أرحب لمزيد من الاستثمارات بين البلدين. نعم سيادة السفير، عندما نذكر دولة إستونيا فنحن أو جمهورية إستونيا يعني دائما نذكر التطوير التعاون مع مصر في مجال التحول الرقمي، سواء على المستوى الثنائي بين الحكومة والشركات أو بين الشركات المصرية والإستونية. لماذا هذا المجال تحديدا التعاون الرقمي؟ يعني عاوز أقول حاجة، أن الثلاث جمهوريات استونيا وليتوانيا ولاتفيا مرتبطين بالاقتصاد الالماني منذ ان استقلوا عن الاتحاد السوفيتي. بالتالي التنميه اللي حصلت فيهم تنميه يعني على مستوى رفيع في مجالات التكنولوجيا، مجالات استخدام التكنولوجيا الرقميه، التكنولوجيا الحديثه في كافه المجالات. ايضا اقتصاد يعني مرتبط الاقتصاد الأجنبي، فبالتالي في عامل اقتصاد رغم ان هو طبعا اقتصادات نسبيا صغيره مقارنه بالدول الاوروبيه الكبيره مثل المانيا والدول، لكن لديهم تقدم في هذا المجال، حقق تقدم كبير في هذا المجال، واصبح لدينا مجال للبرمجيات ومجال للتكنولوجيا المعلومات. صحيح. ومحتاج لمزيد، فده يبقى مجال للتعاون بين البلدين في المنح في الخبره في تبادل الخبرات، كان لديهم اجهزه او معدات ممكن استيرادها، فدي كلها مجالات مفتوحه للتعاون. نعم، هذا فيما يتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين. عندما نتحدث عن العلاقات السياسية بين البلدين والحوار السياسي، هو أيضا يشهد تطور بين إستونيا ومصر. مصر يعني واحدة من أهم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط لإستونيا، وبالتأكيد الحوار مع القاهرة مفيد في هذا التوقيت لما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات كبيرة في أكثر من منطقة.
يعني كيف ترى هذا الحوار السياسي وكيف يمكن أن الخوض في عدد من الملفات المهمة والملفات التي تشهد توترا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط؟ يعني استونيا من الدول اللي بترغب وترى ضرورة وقف القتال سواء في غزة أو في لبنان أو وحل المنازعات أو الأزمات موجودة في الشرق الأوسط، لأن ده إلى جانب الأزمة الأوكرانية بيأثر على كل الدول الأوروبية بما فيها استونيا، بيرفع الأسعار، بيرفع أسعار الطاقة فبيؤدي إلى رفع الأسعار في جميع دول أوروبا، بيؤدي إلى اللجوء السياسي، إلى الهجرة غير الشرعية، بيؤدي إلى عمليات عنف، ولو أن يعني الدول دي بعيدة نسبيا ولكن بينعكس عليها بطريق غير مباشر، بالذات يعني بعد معاناتها من استمرار الحرب الأوكرانية كل هذه المدة دون ظهور حل في الأفق. فبالتالي وقف القتال في الشرق الأوسط لأن له تأثير على حرية الملاحة في البحر الأحمر وفي قناة السويس، وده طبعا بيؤدي إلى تأثير على التجارة اللي بين استونيا أو غيرها من الدول مع سواء دول الخليج أو دول في جنوب شرقي آسيا اللي بتمر في قناة السويس والبحر الأحمر. فده كل أي حرب بتؤدي إلى يعني انعكاس على دول العالم خاصة في الشرق الأوسط، لأن ده زي ما بيقولوا يعني محور للمواصلات والاتصالات وعبور الملاحة البحرية وأيضا الجوية في هذه المنطقة، فبالتالي لها تأثير. ومن ثم بيتفقوا مع مصر بضرورة وقف القتال في قطاع غزة وإدخال الحداد، لأن ما يتخيلونه في شاشات التلفزيون من عمليات تدمير غير مسبوق في الحرب العالمية الثانية ولا في أي حرب، وعمليات قتل وإبادة وانتهاك لجميع حقوق الإنسان. وهذه الشعوب في استونيا وليتوانيا ولاتفيا شعوب مسالمة، يعني تريد تعيش في أمان لتحقيق التنمية، تركيزها أساسا على التنمية والعلاقات الاقتصادية، وبالتالي لا تريد نزاعات ولا اضطرابات تؤثر على عملية التنمية وعلى العلاقات التجارية والاقتصادية المتبادلة. نعم. أيضا في ظل التطور الكبير في العلاقات بين البلدين، افتتحت استونيا القنصلية الفخرية لها في مدينة الغردقة سيادة السفير. يعني مصر من أفضل ثلاث وجهات سياحية مفضلة للسائحين الاستونيين خارج أوروبا. هذا المجال بالتحديد، مجال السياحة، كيف يمكن تطويره في المرحلة القادمة؟ يعني ممكن تطويره لو احنا فكرنا في ان يمتد خط مصر للطيران اللي يشمل هامبورغ والدول دي لانها كلها مجاوره لهامبورغ في المانيا، فيبقى في تشجيع للسياحه لان بيبتدي البرد في هذه الدول من شهر نوفمبر، يعني في نوفمبر بيبتدي اعداد كبيره من دول الشمال بتتجه الى المناطق الدافئه السياحة، والذات احنا بنعتبر من بلاد الشمس المشرقة، يعني هم بيجوا عندنا في يناير وفبراير بيعوموا في البحر الأحمر لأن بيبقى المية بالنسبة ليهم أدفى من المياه عندهم في الصيف، فبالتالي ده عامل يعني ميزة نسبية لينا. مضاف إليها الجانب الثقافي، يعني أصبح النهاردة في كل منتجعات البحر الأحمر بيبقى في رحلات لمدة 48 ساعة أو 24 ساعة لمشاهدة الآثار في الأقصر اللي هي أكبر متحف عالمي مفتوح، فدي كلها يعني مجالات بالنسبة لشمال مش بس استونيا، استونيا وليتوانيا ولاتفيا ودول أخرى قريبة منها ممكن جدا لو خط طيران مباشر يعني يمر بجولتين أو بثلاثة ممكن يشجع السياحة ويقدم لهم يعني زي ما بيقولوا باكيت او يعني بمجموعه او مختاره مجموعه من المجالات السياحيه انها تبقى لمده اسبوع او خمس ايام او ثلاث ايام حسب برامج مختاره، يعني باسعار ميسره. نعم، برامج مختاره للسياحه، مختاره يعني. بالضبط، برامج مختاره. طيب ايضا
رئيس استونيا ألار كارس شارك في مؤتمر تغير المناخ كوب 27 الذي عقد في شرم الشيخ. أيضا اهتمام استونيا بمسألة المناخ والتغيرات المناخية، أيضا مصر لها اهتمام في هذا الشأن. هذه التوافقات يعني في مسألة المناخ والتغير المناخي، يعني كيف يمكن أن تؤتي بالثمار من خلال هذا التوافق بين مصر وإستونيا كدولة أو كجمهورية في أوروبا؟ يعني هما المنطقة فيها إستونيا وليتوانيا ولاتفيا وجزء من ألمانيا هامبورغ برضو وشليزفيغ وشتاتين، يعني ولاية ألمانية أخرى، دي مناطق يعني نسبيا بالنسبة لبقية أوروبا المناخ فيها نظيف من التلوث إلى حد كبير جدا نتيجة تيارات الهواء، نتيجة الأمطار، نتيجة كمية الخضرة اللي موجودة عندهم، الاهتمام بالبيئة. فبالتالي هم لا يريدون أن ينالهم التغيرات المناخية الآن اللي بنشاهد بها عواصف مدمرة بتؤثر على كل مظاهر الحياة، لا يستطيع أحد أن هو يواجهها. حتى في أكثر الدول تقدما بنشاهد هذه العواصف والأعاصير بتعصف بتدمر المباني وتدمر الأماكن والمواصلات، فبالتالي هم لا يريدون ذلك. هم من أشد المؤيدين لتجنب التغيرات المناخية نتيجة تلوث البيئة، وإن هم بيبصوا إن لابد إن يبقى فيه الاتجاه للاقتصاد الأخضر وللطاقة النظيفة. نعم، تتوافق الرؤى المصرية الإستونية حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية على رأسها القضية الفلسطينية، حيث يعني تؤمن البلدان بأن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمات هو التفاوض السياسي، الوصول لحل الدولتين. مصر موقفها ويعني رؤاها ثابتة في هذه القضية بالتحديد، كيف يمكن البناء على هذا التوافق في الرؤى في هذه القضية سيادة السفير؟ يعني ممكن الجهود المستمرة لإقناع الدول الثلاثة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن الدول الثلاثة دي كانت دول صغيرة داخل الاتحاد السوفيتي، وبالتالي لم تحصل على استقلالها إلا بصعوبة، وأدركت معنى تقرير المصير ومعنى الحصول على الاستقلال. وبالتالي هي من حيث المبدأ بتؤيد حل الدولتين وأن الشعب الفلسطيني يكون له حق متساوي مع الإسرائيليين، على أساس أن هناك قرار للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية. إسرائيل تحترم هذا للأسف الشديد، ولكن استونيا باعتبارها دولة في عضو في الاتحاد الأوروبي بيبقى لابد أن يكون هناك توافقا بين دول الاتحاد الأوروبي، لأنها دولة صغيرة لا تستطيع أن تأخذ قرارا جريئا مثل ما عملت إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا. يعني دول خدت قرار جريء، لكن هل استونيا تستطيع ان هي ما يكونش في تنسيق مع المانيا؟ اعتقد ان ده صعب، ومع الاتحاد الاوروبي التوافق في داخل الاتحاد الاوروبي، ولكن هم من حيث المبدا بيؤيدوا اقامه الدولتين. نعم، في مجال التعليم ما دمنا كنا نتحدث عن الشراكات والتعاون، ومن المنتظر أن يكون هناك توقيع لمذكرات التفاهم وأيضا لعدد من الشراكات بين مصر وإستونيا في هذا اللقاء. في مجال التعليم بالتحديد قام وفد من أقدم الجامعات في إستونيا وهي جامعات تارتو التي تعد من أفضل 400 جامعة في العالم بزيارة مصر، وذلك لبحث سبل التعاون مع أفضل الجامعات المصرية. هذا التوجه من قبل البلدين لتعزيز التعاون في هذا القطاع المهم التعليم العالي، كيف ترى صداه؟ يعني بالنسبة للجامعات المصرية في مجالات عريضة للتعاون مع الجامعات المصرية في مجال التعليم، سواء عن طريق المنح اللي تقدم من جانب البلدين، لأن استونيا بلا شك تهتم أيضا
تعليم اللغة العربية ودراستها للتعامل مع العالم العربي. أيضا بالنسبة لمصر التعليم في مجال التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والمجالات الصناعية، فممكن أيضا تبادل المنح، تبادل زيارات الأساتذة، بحيث أن هو في زيارة لمدة مثلا أسبوع أو أسبوعين يلقي مجموعة من المحاضرات لمزيد من التعارف بين البلدين ومزيد تقديم صورة أوسع عن ما هو متاح في كلا البلدين لتنمية وتطوير وتوثيق التعاون المشترك، لأن ده بيبقى جانب مهم جدا، الجانب الثقافي. لدينا كثير من الثقافة المصرية، احنا بلد يعني بيعتبر من أكبر المنتجين للثقافة في الشرق الأوسط، فده أيضا ممكن تبادله مع استونيا عن طريق الزيارات الفنية أو استقبال وفود فنية منهم. نعم، أخيرا سيادة السفير، سياسة مصر الخارجية والدبلوماسية التي تنتهجها مصر في مسألة التنوع والشراكات المتعددة مع دول مختلفة، إلى أي مدى هذا النهج يؤتي بثماره على الدولة المصرية، هذا التنوع وهذا الانفتاح، كيف ترى؟ يعني مهم جدا ان يكون لدينا يعني اذان صاغيه لنستمع الى ما يقوله واراء الاخرين. نعم، ده مهم جدا. احنا لنا رؤيه ولنا توجه ومشروعات عديده، ولكن الطرف الاخر بيكون له ايضا له رؤيه، يكون في اطار من المصارحه، في اطار التعاون، ده بيؤدي الى تنميه. وكما ذكرت، أهم شيء النهاردة العالم بيهتم بيه هو الإنتاج والتجارة والتكنولوجيا، دي عوامل مهمة جدا في عالمنا الحديث. عشان أوسع التجارة محتاج أزود الصناعة، عشان أزود الصناعة محتاج استثمارات، لكي آتي بالاستثمارات محتاج أن أنا أخذ إجراءات. بسترشد أولا بآراء رجال الأعمال المصريين، بيكون لهم الصدارة في هذا المجال، لأن هم اللي إيديهم في العمل وهم مدركين ايه المطلوب. وبالتالي ايضا بتحاور مع الطرف الاجنبي سواء استونيا او المانيا او فرنسا او اي دوله اخرى، ده بيفتح مجال واسع للمزيد من الاستثمارات والتعاون المشترك. نعم، سيادة السفير رخا احمد حسن، مساعد وزير الخارجيه الاسبق، اشكرك جزيل الشكر على هذه المداخله الكريمه من حضرتك. ينضم إلينا مشاهدينا هاتفيا أيضا الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. أهلا بحضرتك معنا دكتور. بداية، يعني دائما نقول السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، هذه الزيارة لرئيس استونيا في القاهرة من مبدأ الإفادة والاستفادة، كيف تراها اقتصاديا؟ أولا طبعا السياسة والاقتصاد مرتبطين جدا، ويمكن فكرتيني بكلية سياسة واقتصاد اللي أنشأها الرجل العظيم دكتور بطرس غالي أستاذنا وأمين عام للأمم المتحدة لاحقا. النهاردة السياسة والاقتصاد لا ينفصلوا، وأصبحت السياسة في خدمة الاقتصاد. ويمكن بمناسبة فوز ترامب، أو يعني مش عايز أسبق الإعلان الرسمي، لكن لما كنا بنشوف بالذات، وهي دي مدرسه الحقيقه، الرئيس الامريكي دونالد ترامب لما كان بيروح السعوديه او دول الخليج او في المنتديات الاقتصاديه، كان دايما يبقى معاه مسؤول او اثنين او ثلاثه رسميين و20 و25 شركه، مسؤول شركات كبرى. صحيح. ليه؟ لان النهارده زي ما قال معالي السفير، اصبحت الحروب والنزاعات و والقوة الكبرى بتبحث عن الاستحواذ الاقتصادي. ويمكن حتى في كتاب الاقتصاد احنا بقينا ندرس كلام كتير كله عسكري، زي مثلا الاستحواذ، زي الاغراق الاسواق، زي conquer the market، الاستراتيجيات، القوة الاقتصادية، غزو الاسواق، كل دي مصطلحات عسكرية، انما تدل على ان النهاردة الاقتصاد ما هو الا حرب. وطبعا انا مش عايز افتح ملف تاني مش ملفنا، لكن النهاردة الحروب النهاردة هي حروب اقتصادية وثقافية، وخلص موضوع الحروب العسكرية يمكن يعني لا يأخذ حيز كبير، لأن النهاردة بتضربي أي دولة وبتقضي على أي دولة من خلال آلياتها الاقتصادية ومن خلال
قوتها الاقتصادية. فالحقيقة النهاردة الاقتصاد مهم جدا ان هو يرتبط بالسياسة، ويمكن خليني احيي في هذا المجال الحقيقة الرؤية المصرية ورؤية القيادة المصرية. يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ولي الحكم شفنا عدد وكم الجولات خلينا نتكلم عسكريا بقى، والفتوحات الاقتصادية او الجولات السياسية في افريقيا وفي اوروبا وحتى يمكن في دول زي فيتنام، والنهارده بنتكلم على استونيا، على دول صغيرة، علشان نقدر نكسب اسواق، نكسب اسواق من خلال القوة السياسية المصرية. عظيم. انا تاني عايز الكلمة دي، نقدر نكسب اسواق صحيح. من خلال القوة السياسية وهاخد من المصرية. كلام حضرتك دكتور عمرو، القوة الاقتصادية يعني حضرتك ذكرتها في بداية حديثك، ما القوة الاقتصادية لاستونيا ممكن ان تفيد مصر، وما القوة الاقتصادية لمصر يمكن ان تفيد استونيا؟ انت فكريني ب يعني حوارنا منذ سنوات لما الرئيس كان في فيتنام وتقول لنا هذا السؤال، طب اشمعنى فيتنام؟ يعني فيتنام دوله صغيره، لكن استونيا الحقيقه وفيتنام تجربتين يستحقوا الدراسه. يمكن فيتنام في جنوب شرق اسيا، النهارده استونيا، او مش النهارده، يمكن استونيا خلي بالك من النماذج القويه جدا على مستوى البنك الدولي اللي بتقدم نمو اقتصادي غير مسبوق. صحيح هي دولة صغيرة انفصلت عن الاتحاد السوفيتي، لكن استونيا النهاردة عندها تجربة اقتصادية تعتبر الأعلى في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، مش بس الأعلى في النمو الاقتصادي، لكن تعتبر كمان الأعلى في قيمة البنك أو الناتج المحلي في استونيا. يعني اقتصاد استونيا نما بشكل كبير جدا في انفتاحه على أوروبا. يمكن هو الحرب العالميه الثانيه او قبل الحرب العالميه الثانيه كان استونيا يمكن يعني بيعتمد على الزراعه، لكن النهارده استونيا قدرت انها تعمل تطوير كبير جدا بما انها عضو في الاتحاد الاوروبي. صحيح. في منطقه اليورو، وقدرت انها، وعلى فكره فرضت نفسها بالمناسبه على الاتحاد الاوروبي. يعني في دول زي رومانيا وزي بلغاريا وبولندا يمكن دخلوا بصعوبه شديده، لا استونيا فرضت نفسها على دول الاتحاد الاوروبي من خلال سياسه التنويع الاقتصادي اللي هم خدوه، تقليل البيروقراطيه، ودي يمكن يعني بنبدا نسمع على مفهوم جديد حلو جدا في العالم. يمكن يعني انا لسه جاي من دبي من يومين، الناس بتتكلم على حاجه اسمها تصفير البيروقراطيه، زيرو بيروقراطيه، يعني نقلب تصفير البيروقراطيه. تصفير دكتور عمرو، لا مش تصفير، هي تصفير. تصفير نعم تصفير، يعني صحيح. نخليها صفر طبعا. ده فكره يعني رائعه طبعاً. محتاجه اليات. يعني احنا مثلا بدل ما حضرتك، يعني وانا اكلم بصراحه، بدل ما حضرتك مثلا عايزه تطلعي ورقه حكوميه فتلفي والكلام ده من قبله، يعني تروحي الشباك وبعدين تروحي شباك ثاني وشباك ثالث وشباك رابع وشباك خامس. طب ما في مفهوم الشباك الواحد ده موجود من سنين ومصر بتطبقه، لكن محتاجين ان التجربه تعمم وان البيروقراطيه تقلل بقدر الامكان، لان في كل خطوه حضرتك بتدفعي فلوس وبتستهلكي وقت. واستونيا يعني هي متطوره جدا دكتور عمرو في هذا المجال، في مساله التحول الرقمي، وهناك يعني علاقات وشراكات بين مصر واستونيا على المستوى الثنائي بين الحكومه والشركات او بين الشركات المصريه والاستونيه في هذا المجال تحديدا. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عمرو على هذه المداخله الكريمه. إذن مشاهدينا، شهدت العلاقات بين مصر وإستونيا تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية في ظل الإرادة السياسية القوية لدى البلدين للنهوض بالعلاقات ولتعزيزها في شتى المجالات. تطور العلاقات بين البلدين عكسته عدد من الزيارات المتبادلة ومحطات التعاون الاقتصادية والاجتماعية والتي نرصدها في التقرير التالي. على مدار أكثر من عقد كامل، شهدت العلاقات بين مصر وأستونيا تطوراً ملحوظاً في ظل رغبة البلدين تحقيق الاستفادة المتبادلة من الإمكانيات الكبيرة لديهما، حيث تحرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع أستونيا ودول البلطيق بشكل عام في ظل تنامي دورها كقوة مؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل ترغب أستونيا في الاستفادة من محورية الدور المصري في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن هذا المنطلق حرصت مصر وإستونيا على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل التأييد والتنسيق في المحافل الدولية وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى التشاور المستمر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كالهجرة والأمن الدولي ومكافحة الإرهاب، وهو ما يحمل انعكاسات إيجابية على الطرفين. هذا وتشهد العلاقات بين القاهرة وتالين تطوراً في العديد من المجالات، منها الطاقة والبترول وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الحكومية الرقمية والاتصالات، بالإضافة إلى متابعة الاستثمارات الأستونية في مصر. وفي ظل التطور الكبير في العلاقات بين البلدين، افتتحت أستونيا القنصلية الفخرية لها بمدينة الغردقة، حيث تعد مصر من أفضل 3 وجهات سياحية مفضلة لها خارج أوروبا، خاصة لمنتجعات البحر الأحمر خلال فصل الشتاء. كما تشارك مصر في معرض تورسيت في أستونيا للترويج السياحي. وفي مجال التعليم، قام وفد من أقدم الجامعات في أستونيا وهي تاراتو، والتي تعد من أفضل 400 جامعة في العالم، بزيارة مصر، ذلك لبحث سبل التعاون مع أفضل الجامعات في مصر. كما تتوافق الرؤى المصرية الأستونية حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث يؤمن البلدان بأن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو التفاوض السياسي والوصول لحل الدولتين، وضرورة توصيل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بطريقة آمنة وبدون عوائق وفي الوقت المناسب. كما حرص الرئيس الأستوني آلار كاريس على زيارة مصر والمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والذي استضافته شرم الشيخ، وهو ما يؤكد على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين ورغبة البلدين في تعزيز تلك العلاقات بالشكل الذي يعود بالنفع على شعبي البلدين. مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم زيارة رئيس إستونيا لمصر، والتي استهلها بمراسم الاستقبال الرسمية التي أجراها الرئيس السيسي لنظيره الإستوني، والتي أعقبها جلسة مباحثات بينهما. إلى هنا تنتهي هذه المتابعة لمراسم الاستقبال، ولكن متواصلون مع حضراتكم في خدمتنا القادمة لمتابعة باقي محطات زيارة رئيس إستونيا لمصر. شكرا لحضراتكم.